يعطيكم العافية. نستكمل حديثنا إن شاء الله في chapter 4 ونبدأ في حل example 4.15. Different future value of any unity and any unity. When you take your first job, you decide to start saving right away for your retirement. You bought $5,000 per year into the company's 401k plan, which averages 8% per 8% interest per year. 5 years later, you move to another job and start a new 401k plan. You never get around merging the funds in the two plans. If the first plan continued to earn interest at the rate of 8% per year for 35 years after you stopped making contribution, how much is the account worth? اوكي بحكي لك لما تستلم انت وظيفتك الاولى انك راح تقرر في البدء في الادخار عشان تقاعدك عشان لما تتقاعد يكون في شيء يصرف عليك تمام. بحكي لك الان يمكنك وضع $5,000 في السنه اذا استخدمت في السنه في خطه شركه اسمها 401k تمام اللي بتبلغ متوسط او الافرج تبع الانترست تبعتها كل سنه 8000 يعني بربحوك كل سنه او بتجيك نسبه فائده كل سنه 8000 8% سوري بتجيك نسبه فائده كل سنويه معدل فائده سنويه 8% تمام. والان بحكي لك بعد 5 سنوات تستطيع الانتقال لعمل اخر والبدء بخطه 401k جديده تمام. وانت ما بتستطيع to mirroring اللي هو دمج ما بتستطيع انك تعمل ممكن نحكي دمج صندوقين في خطة واحدة لو صندوق تبع توفير الاول اللي هو كنت تشتغل فيه من السنة الاولى للسنة الخامسة او كنت تدخل فيه خلال 5 سنوات الاولى من شغلك مع الصندوق الثاني راح تكمل فيه ما بصير تدمج صندوقين مع بعض كل صندوق يعني ما بصير تاخذ ادخارين بالعربي بس تاخذ ادخار واحد لو ادخار ادخرته في الاول وبالتالي بحكي لك اذا الخطه الاولى استمرت في كسب الفائده اللي هي معدل 8% لمده 35 سنه بعد توقفك من الدفعات او المساهمه كم how much is the account worth كم راح يكون حسابك في المستقبل. يعني بحكي لك انت كنت تشتغل في عمل معين في اول 5 سنوات وكنت تدخل كل سنة بمقدار $5,000 كل سنة وكان يربحوك عليهن او يعطوك نسبة فائدة بمعدل 8% تمام. بحكي لك رحت على شركة ثانية فتحت لك حساب جديد بس صار يحكوا لك ما بصير تعمل ادخار او ادخارين فانت حكيت خلص بخلي الادخار الاول والادخار الثاني او مش راح تدخل ادخار ثاني على فرض هيك تمام. فبيحكي لك افرض انه ال5000 كنت تحطهم على مدار 5 سنوات انت وقفت عند السنه الخامسه تمام. بيحكي لك افرض انهم المبلغ اللي صفع عند السنه الخامسه ضلوا شغال على مدار 35 سنه بنسبه فائده سنويه 8% يعني بعد ما انت وقفت اخر دفعه اللي عند السنه الخامسه ضل المبلغ شغال لمدة 35 سنة بحيث كل سنة يأخذ نسبة أرباح 8% تمام. بحكي لك كم راح تكون قيمة أو قيمة حسابك لو قيمة حسابك في نهاية المدة. عشان نحل أسئلة مثل هيك شو بنساوي بنرسم الكاش فلو دايجرام حتى لو هو مش طالبه. الآن إشي طبيعي أول 5 سنوات لو حكينا هيك حكينا هون البريزنت كانت السنة 0 1 2 3 4 5 عم بستمر 9 13 40 تمام. الان بحكي لك انا صار احكي لك انك انت في اول 5 سنوات كنت عمالك بتدخر عمالك تدفع دفع 1
اثنين ثلاثة أربعة خمسة. إذا كنت كل سنة بتدفع دفعة، وبالتالي كل سنة من هنا اللي هي عبارة عن 5000، تمام؟ عبارة عن 5000. بحكي لك عند السنة الخامسة أنت انتقلت لعمل ثاني، فالضمان ما بصير تدفع ضمان ثاني أو تفتح حساب ثاني، فأنت حكيت خلاص بخلي الحساب الأول. حقول لك الحساب الأول عند السنة الخامسة يظل شغال لمدة 35 سنة، يعني كم سنة؟ 5 سنوات زائد 35 يصير عندك 40 سنة، وبالتالي هون راح يصير 39 40، تمام؟ فبده المبلغ اللي راح يكون في حسابك في بعد 35 سنة وهون، تمام؟ إذا كنت فاتح حساب كنت تدفع دفعات سنوية 5000 لمدة 5 سنوات، هاي سويناها. أنت توقفت هسا، بس حكوا لكم المبلغ راح يضل شغال، وبالتالي أنت راح تصير تأخذ على نسبة، راح يضلك تأخذ على نسبة فائدة كل سنة اللي هي مقدارها 8% لمدة 35 سنة. تمام؟ عشان اطلع الفيوتشر شو بسوي؟ عندي حلين، يا اما الحل الاول بمسك الخمس دفعات بجمعهم هنا اللي هو عن طريق فيوتشر جيفن انيوال، وبعدين بمسك القيمة اللي هنا وبنقلها للفيوتشر، تمام؟ اللي هو بيصير عن طريق فيوتشر جيفن بريزنت، لانه الاف الخمسة تعتبر بريزنت بالنسبة للاف اللي هون، الاف الاربعين، اشي اكيد، لانه اللي قبل بيكون بريزنت والبعد راح يكون فيوتشر. او في حل ثاني انك ترجع الخمس دفعات هذولا لبداية السنة تبعت أول دفعة، هاي أول دفعة، فبداية السنة تبعتها راح تكون هون عند الزيرو، وبعدين تنقلهم من هنا لمدة 40 سنة. عندك حلين. سوري. الآن إحنا راح نستخدم على سبيل المثال، راح نحل الطريقتين، أو في الكتاب حل الطريقة، إحنا راح نحل طريقة مختلفة، طريقة أخرى. الطريقة الأخرى راح نشوف نساوي، راح نرجع الدفعات هذول للبريزنت، ومن البريزنت ننقلهن لهون. إذا بدك تحب تشوف الحل الآخر تستطيع إنك ترجع للكتاب، تمام؟ وبالتالي P0 يساوي A في P given A نسبة 80% لا لو حكينا خمس دفعات، تمام؟ خمس دفعات رجعت لي 5 ناقص 0. الآن المقدار يطلع معاي هنا F للفيوتشر تساوي P0 F given P 80% لمدة 40 سنة، يعني رجعت دفعات لهون، الخمس دفعات رجعت لهون للزيرو، من الزيرو نقلت 40 سنة للفيوتشر. لو نرجع لهون نشوف كم راح يطلع المقدار، لو عبارة عن مقدار الدفعة 5000 في الفاكتور. الآن لو نرجع للتابل نشوف كم الفاكتور بيطلع معي للتابل تبع 8%. الآن لو رجعنا على التابل راح نلاقي هذا الفاكتور عبارة عن 3.9927، ضرب لهم 5000 طلع معي 19963.5. الآن المقدار هذا حكينا اللي هو اللي صار هنا، مسكته نقلته للفيوتشر عن طريق F given P. F given P 80% لمدة 40 سنة، تمام؟ فطلع المقدار هذا، الفاكتور هذا عبارة عن 21.7245، ضربته بال P0 القيمة اللي كانت عندي هون نتيجة إن رجعت الدفعات لهون اللي هي عبارة عن 19963.5 لهياتها، ضربته بالفاكتور فبيطلع الجواب النهائي 4 3 3 6 9 7. بالتأكيد راح يطلع نفس الحل، الحل للكتاب إنه نقل هاد 5 دفعات لهون، من هون نقلهم لهون،
تمام؟ نقول 5 دفعات من هون لعند هون، فاعتبر حكى فيوتشر جيفن انيوال لمدة 5 دفعات. والآن من الفيوتشر اللي هون نقلهم لهون عن طريق اف جيفن بي، لأنه هون الاف الخمسة تعتبر بريزنت بالنسبة للاف الأربعين، لأنه الأربعين أكبر من الخمسة، وبالتالي هاي فيوتشر أكثر من الفيوتشر الخمسة اللي هون، وبالتالي الاف اللي هون، فأنا عشان أحصل أو عشان أنقل القيمة اللي صارت اتجمعت هون لهون بحكي اف جيفن بي لمدة الفرق بيناتهم 40 ناقص 5 35 سنة، نقلته على مدار 35 سنة لحد ما وصل لهون بنسبة فائدة سنوية 8%. هيك بكون انتهى السؤال، يعطيكم العافية.